برحب بحضراتكم مرة تانية. وخلاص الحقيقة ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة مصر وتوجو على استاد القاهرة الساعة 9، وطبعا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر. معايا نجم النجوم كابتن عادل طعيمة، طبعا نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر كمان السابق. هنتكلم معايا على المنتخب وعلى النادي الأهلي طبعا والنهائي الإفريقي. منورني يا كابتن عادل. أهلا بيك، أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. خليني ابدا معاك يا كابتن، من طبعا مباراه توجو، يعني مباراه النهارده مهمه جدا ولا بديل عن الفوز، شايف ازاي المباراه دي فنيا؟ ما فيش شك انه اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا البدايه بنعذر الكابتن حسام والجهاز الفني، كان الماتشين اللي قبل كده كان في ظروف، ما كانش لسه المنتخب كان في حاله ما كانتش زي دلوقتي. الحمد لله دلوقتي الاهلي والزمالك وفي حاله فنيه عاليه ووصلوا للنهائي الافريقي، وبالتالي الماتش بتاع النهارده والماتش بتاع يوم الثلاث اعتقد هم عاملين حساب كويس قوي، واحنا عندنا بفضل الله من العناصر اللي تؤهلنا، مش ان احنا نكسب توجو، لا احنا عندنا من العناصر مع الجهاز الفني ان احنا ناخد بطوله افريقيا، لان العناصر كلها الحقيقه في كل المراكز في اكتر من عنصر وكلهم على اعلى مستوى. يعني النهارده في غياب محمد صلاح، ان شاء الله طبعا محمد صلاح قيمه وقام وحاجه جميله جدا، لكن برضه اللي موجود ان شاء الله بيسد، واعتقد انه المدير الفني حسام بيبقى عامل حسابه دايما باستمرار، ما بيعتمدش على واحد. شايف مين ممكن يعوض غياب كابتن محمد صلاح؟ والله اللي انا شايفه بالنسبه للي هم اللي هو واخده في المنتخب اعتقد ممكن يكون زيزو او رمضان. انا اعتقد انه هيبدا بزيزو لان رمضان بقى له فتره ما بيلعبش، فاعتقد انه هيبقى زيزو، والناحيه الثانيه هيبقى تريزيجيه ومصطفى محمد، ده الخط الفيرود يعني. النهارده يعني محتاجين جدا ان احنا نفوز طبعا مباراه توجو، طبعا المباراه الثانيه كمان ثلاث ايام. شايف مين الكي بلايرز او مفاتيح اللعب الاساسيه اللي بيعتمد عليها كابتن حسام البدري في مباراه النهارده؟ والله شوفي، عشان كده بقول لك ان العناصر الموجوده فيها مفاتيح كتيره جدا. يعني مثلا في الكرات الثابته هتلاقي حجازي، وهتلاقي الونش اكيد كورنر والفاولات، هتلاقي عمرو السوليه، هتلاقي مصطفى محمد، يعني الكرات العاليه والكرات الثابته عندك طبعا في النني في التسديد من بره مع عمرو السوليه، اذا كان هيلعب عبد الله السعيد طبعا، لانه فيه هيبقى فيه يا اما عبد الله يا اما يمكن طارق حامد، انا مش عارف هيبدا بمين، لانه في يعني مواقع كاتبه غلط حتى، يعني كاتبين 4-4-3-4، فطبعا يعني يبقى 12 واحد يعني مش تنفع يعني. فاعتقد انه في طبعا مصطفى محمد بالنسبه للاختراقات والتسديد، الاطراف هاني وفتوح اعتقد هيبدا بيهم، فخط الظهر مع طبعا حراسة المرمى اللي احنا ما ننساش طبعا الشناوي، حاجة ما شاء الله، حاجة ربنا يحفظه ان شاء الله، مع خط الظهر مع وسط الملعب مع الفراودة تيم متكامل، اعتقد انه اكتر من 5-6 مفاتيح موجودين وكلهم بيكملوا بعض، يعني مش هتلاقي فيه عنصر قليل. يعني في وسط الملعب لما يكون النني وعمرو السوليه طبعا اتنين جميل قوي، الاطراف هاني وفتوح عاملين موسم عالي جدا، حجازي جاي من السعوديه في فورمه عاليه جدا، الونش عامل ماتشات كويسه مع الزمالك، ويعني لما بيغيب بيبقى عنصر مؤثر، مصطفى محمد برضه ماشي بخطى يعني ربنا يسهل له يعني. فكل العناصر الكرات الثابته اللي عملت الاستحواذ على الكوره، عمليه قطع الكوره بسرعه، وعمليه الضغط اللي حسام البدري بيتميز بيها، الكوره بتتقطع تبص تلاقي كل الفرقه بتعمل عملية الضغط بحيث انه يستحوذ، وطبعا النهارده الفرقة عليها عامل الى جانب العامل النفسي الفني اللي حضرتك اتكلمتي عليه، في الجانب النفسي طبعا، لان الولاد دول والعناصر الممتازة ديت ما يصحش انه يبقى عندنا بنطين من ماتشين طبعا، وبالتالي هيبقى عليهم مش ضغط، لان الكرة فيهاش ضغط، الكرة فيها حافز، الحافز ان انا عندي الحافز ان انا اسم بلدي وشعار بلدي لازم اكون انا في المقدمة باستمرار. مهم ان الكره فيها حافز مش ضغط، دي مهمه الجمله دي يا كابتن عادل. طبعا، لان هو يعني شوفي لما انا اقول ضغط 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 يعني ايه؟ ما تبقاش كوره، ما تبقاش رياضه، ما تبقاش استمتاع. الكوره والله انا بقسم بالله ان الكوره اتعملت
علشان الناس تبسط، صح، مش عشان الناس تتخانق ولا عشان الناس تتعصب. بالعكس، الساعتين اللي انا بتفرج عليهم في مباراه اعصابي تبقى هاديه مع اولادي مع زوجتي، سواء في الملعب او وانا بتفرج في البيت او في اي مكان، الناس بتتبسط. وفي نفس الوقت انا بشجع فريقي، عايز فريقي تكسب، ما كسبتش او اتعادلت الدنيا ما هو على قد على قد ما بتتبسط بيها يا كابتن، على قد فعلا ما من حبك لفرقتك لو ما كسبتش بتبقى دايما صعبه وشده اعصاب وضغط شويه. بس على شويه بس ما تزعلش على طول. وبعدين ابتدي انفعل واعمل حاجات مش كويسه. لا لا ما ينفعش طبعا. يعني حضرتك بتشوفي كاس العالم 32 دوله بتروح، هي دوله واحده بس بتاخد البطوله. هل الفرق وهي راجعه مش شعوبها بتقابلها في المطار ويحييهم؟ ده بيبقى كرنفال، الناس كلها بتستمتع، العالم كله بيستمتع بالاداء بتاع فرقته. مفيش شك ان المكسب حلو، المكسب كل واحد بيسعى للمكسب اكيد، لكن مش معنى ان انا ما كسبتش ان انا ابقى ضد فرقتي، او ان انا ابقى بتعامل مع المنافس بطريقه مش كويسه، او اتعامل مع اولادي في فرقتي صح ان انا اتجاوز معاهم. دي الحاجات دي كلها بتبقى من خلال الاعلام اللي موجود بره، طبعا مش من خلال قناه الاهلي. قناه الاهلي فيها نوع من الاتزان العقلي العالي قوي، ما فيهوش اي نوع من انواع التجاوزات، حتى لما يكون هناك تجاوزات من اي حته ما بتلاقيش اي تجاوز من خلال أبداً الشاشه بتاعت النادي الاهلي. استحاله، مش قيم ابدا ولا مبادئ النادي الاهلي ابدا، وده اللي اتربينا عليه وتعودنا عليه. دايما تخش باب النادي من اول العامل الصغير احترام زيه زي رئيس النادي، مع الفارق يعني ما فيش يعني الاحترام كانها اسره، فعلا اسره، كل واحد بيقوم بالدور بتاعه، وبالتالي القيم دي موجوده في القناه. مش عشان انا في القناه دلوقتي بتكلم، ولكن هي دي الحقيقه. ما بنلاقيش لفظ مش كويس، ما بنلاقيش تجاوز في حق اي لاعب او اي فريق. دايما باستمرار قناه محترمه بتخش كل بيت وانت مطمن، وانا بجيب قناه الاهلي ببقى مطمن ان زوجتي واولادي مفيش لفظ هيتقال، مفيش خروج عن النص، كلها حاجات فنيه وحاجات نفسيه وحاجات كل بيت بيبقى مستنيها، الى جانب طبعا الجوانب الفنيه بيبقى محتاجين المحللين والناس اللي بتتكلم في الجوانب الفنيه تراعي ان الاسره اللي قاعده في البيت بتتفرج بنديلها المعلومه الصح، المعلومه الصح، بحيث ان ما يبقاش فيه نوع من النفاق او نوع من التجريح. ودي حاجات يعني بيبقى فيه بينها شعره، صح، لا فيها غرور ولا فيها نوع من الاحباط. باستمرار انا بشجع النهارده القناة عاملة برنامج علشان منتخب مصر. دي حاجة جميلة جدا، أنا موجود النهاردة عشان أتكلم عن منتخب مصر. صح، وهي دي أخلاقيات الإعلام يا كابتن عادل اللي فعلا مؤسسة الأهلي الإعلامية بتطبقه بحذافيره. يعني الحقيقة مساق الإعلامي والأخلاقيات الإعلامية فعلا في النادي الأهلي وفي قناة الأهلي كلنا بنلتزم بيها، وهو ده اللي يهمنا، هو ده اللي وعدنا بيه الجماهير الحقيقة من أول يوم. خليني، حضرتك كنت بتقول إن الكابتن حسام البدري أكيد عامل حسابه لأن محمد صلاح أو إن أي لاعب ممكن في أي وقت يبقى مش موجود، ولكن وفي طبعا عناصر تانية بتعوض غياب محمد صلاح ومنهم زيزو، وأنا بتفق مع حضرتك في ده جدا، ولكن برضو لازم أسألك إنه إلى أي مدى شايف إنه ممكن غيابه برضو يأثر على المباراتين دول؟ مفيش شك هيأثر. محمد صلاح انا بمثله بميسي في الارجنتين او ميسي في برشلونه. ما هو في اختيار افضل لعيب في العالم كان ميسي ورونالدو ومحمد صلاح، صح، فهو وصل لمرحله انه يعني من عظماء العالم في الكوره. معنى غيابه مفيش شك انه مؤثر، لكن المدير الفني بيقدر ان هو يستوعب الحاجه ديت، لانها دي لسه تصفيات. والتصفيات بتبقى دايما الفرق اللي موجوده ما هياش الفرق القويه اللي انا كمصر ما اقدرش ان انا اتجاوزها. محمد صلاح ان شاء الله بعد ماتش توجو هيبقى فيه فرصه تانية في التوقف اللي جاي. اعتقد لما نوصل للنهائيات اعتقد باذن الله تعالى يبقى محمد صلاح هيبقى مؤثر في الفتره دي. الولاد الموجودين باذن الله قادرين ان هم يقوموا بالعمل ويعني عوضوا غياب محمد، لكن ما فيش شك ان هو مؤثر زي ما حضرتك قلتي. ما فيش شك. لكن البدلاء ان شاء الله يقوموا بالدور، وان شاء الله المكسب النهارده يكون مريح، واليوم الثلاث ان شاء الله لما نوصل بالسلامه هناك برضو المكسب هيبقى مريح. انا متوقع ان الولاد عليهم عندهم تحمل مسؤوليه باسم بلدهم، ودي حاجه
كلنا بنفتخر بيها. كلنا بنتفق يا كابتن عادل ان فتره توقف الحقيقه اكيد اثرت على المنتخب، انه عدم خوض مباريات وديه كتير، وطبعا ما كانش فيه يعني معسكرات كتير او طويله ان يبقى فيه انسجام بين اللعيبه. ولكن برضو كنت لسه بقول انه على الجانب الاخر احنا بنتكلم انه استئناف الدوري فرق جدا مع اللعيبه، وانه لعبوا مباريات كتير. اي نعم كان فيه تزاحم كتير في المباريات، ولكن ده خلى اللعيبه الحقيقه وصلت لفورمه عاليه جدا، وبأمارة ان احنا لاول مره بنشوف الاهلي والزمالك نهائي دوري ابطال افريقيا، وكمان عندنا طبعا بيراميدز في الكونفدراليه. اكيد فكره استئناف الدوري وان اللعيبه دلوقتي في فورمه عاليه دي تطمنا بشكل كبير. شوفي حضرتك، كان في قبل ما الدوري يبدا والدور الثاني يبتدي يشتغل اصوات كثيره جدا للاسف غير مسؤوله كانت مش عايزه الدوري يكمل. ومعنى ان الدوري ما يكملش يعني ايه؟ يعني بيوت كثيره هتقفل، ويعني هيبقى في احباط، وكل الناس هتبقى بتفكر في الكورونا. لما الدوري استمر في حد خسر حاجه؟ احنا بنلعب كل يوم 3 ايام مباراه بالظبط، واحيانا كل يوم يومين مباراه. ايه الاصابات اللي حصلت؟ حاجات طفيفه جدا سواء في النادي الاهلي او غير النادي الاهلي، والماتشات اللي كل 3 ايام بره بيلعبوا كده برضه. احنا ما احناش اقل من الناس اللي بره. دي جزئيه، ويعني نقول للناس اللي هي كانت واخده الخط ان الدوري ما يتلعبش، نقول لهم بقى ايه رايكم؟ انتوا كنتوا مش على صواب، واحنا كنا على صواب. ليه؟ لان الدنيا مش هتقف، والبيوت مش هتتقفل، والناس هتشتغل، والحياه هتستمر. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، ودايما بسمع ان المنتخب لازم يبقى فيه معسكرات طويله. طب قولي لي، طب فين يا ساره؟ فين في العالم كله بيبقى فيه معسكرات طويله الا في حاجه واحده؟ كاس العالم. كاس العالم كل 4 سنوات بياخدوا اسبوعين لثلاث اسابيع واحيانا شهر. ويبقى الفتره دي فتره نهايه الدوري في اوروبا. بعد نهايه الدوري في اوروبا بيروحوا واخدين اللعيبه ويعملوا لهم نوع من الاستشفاء، ثم فتره اعداد ويخشوا على كاس العالم. في العالم كله النظام ده موجود. احنا ما احناش بدعه ولا هنخترع العجله. المعسكرات الطويله دي مش موجوده في العالم كله. احنا اللعيبه بتاعتنا، انا جاي علشان محمد صلاح يتفاهم مع تريزيجيه، هل دي يعني انا يعني التمرينات تتكرر هيتفاهموا؟ حضرتك مش مع فكره المعسكرات الطويله مش موجوده في العالم كله؟ مش موجوده. قولي لي فين؟ طيب يعني النهارده اسبانيا بتلعب والمانيا بتلعب، هل جاي عامل معسكرات؟ محدش عامل معسكرات. هم بيتجمعوا يومين ثلاثه ويبتدوا يشتغلوا، بيعتمدوا على ثقافه اللاعب، وبيعتمدوا على الفتنس اللي هو جاي من النادي بتاعه، وبيعتمدوا على التدريبات. تدريبات يومين ثلاثة وبعدين محاضرات. انت هتلعب في الاماكن ديت، هتشتغل بالطريقه الفلانيه، وبيدي اللعيب كل مساحه ويبقى فيه. ولكن المباريات الوديه مهمه طبعا. المباريات الوديه يعني في العصر بتاعنا بقت صعبه جدا، لان الوقت بقى قليل. يعني النهارده حسام يلعب ماتش ودي امتى؟ مفيش وقت. انما انا بعتمد على ثقافه اللعب. النهارده مسلماني لما جه عمل ماتشات وديه؟ ما لحقش طبعا. بدا عمل ايه؟ لا طبعا شفنا اداء قوي جدا. البصمه دي عملها ازاي؟ ما هو فكر، وعارف ان عنده الخامه اللي هتنفذ الفكر بتاعه. وبالتالي لما ادالهم الجوانب النفسيه والجوانب الفنيه، اللعيبه مقتنعه، نزلت نفذت. وده اللي انا قصدي عليه. المنتخب محتاج كده. محتاج مدير فني عنده الرؤيه وعارف ان انا بلاعب توجو. توجو دي ليها ميزات قد كده. النهارده تعالى يا فلان، تعالى يا سلية، انت تتحرك في الحته الفلانيه. يعني انت لما سلية يزيد انا عايزك تقف. لما طارق حامد هيقف هيبقى سلية بتكمل في الهجمات. دي كلها حاجات مش محتاجه تمرين ولا محتاجه ماتشات وديه، لان الوقت قليل جدا. النهارده حسام يعمل ماتش ودي انت؟ مفيش، لان العالم كله حته المعسكرات الطويله والله اتلغت في العالم كله الا في كاس العالم فقط. خلاص احنا كمان عايزه اسال حضرتك، ولكن بعد الفاصل عايزه اكلمك على ذكر النني. عايزه اسالك على رايك في مستواه الحقيقه مع ارسنال الفتره دي. احنا شايفين مستوى رائع من النني ومبسوطين بيه، لانه الحقيقه كان مر بفتره صعبه جدا. هنتكلم اكتر عن النني ومحترفينا، وكمان على اكيد مباراه توجو اكتر، ولكن بعد الفاصل مع كابتن عادل طعيمه. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه منورني كابتن عادل طعيمه. كابتن، كنا بنتكلم قبل الفاصل على ارسنال والنني، وان قد ايه طبعا هو لاعب مهم جدا في منتخب مصر، ولكن النني اتظلم فتره كبيره مع ارسنال، او
يمكن نقول ان هو دلوقتي ظهر بشكل افضل دلوقتي انني تحت قياده المدرب الفني الجديد حاجه تانية خالص. شوفي برضو من ضمن الاسئله اللي انا يعني بشكرك جدا عليها، ده بيبين معدن الانسان المصري. لو شفنا احنا النني الحرب اللي كانت عليه في كاس العالم كان بيأدي اداء مش مقنع وكان في حاله نفسيه ما كانتش كويسه، كون ان هو يقوم بالشكل ده ويرجع بالقوه دي مع تيم بحجم ارسنال ده حاجه فعلا معدن الانسان المصري، ان انا بقدر ارجع بهذه القوه بعد الاحباط اللي كان موجود عندي، والاحباط ده مش من يوم واثنين وثلاثه، لا ده فتره طويله كان في احباط، وبعدين يروح تركيا يروح هنا يروح هنا، وطبعا ده كلام انني مستواه ارسل فيما فوق. فانا بعتقد ان انا بحييه جدا على ان هو قدر ان هو يجيب نفسه يحط نفسه في خانه كانت خانه فيها احباط وعدم توفيق الى النجاح الباهر اللي هو ماشي بيه دلوقتي، ما شاء الله مؤثر جدا في الارسنال. وبعدين حظه برضو الكويس وربنا وفقه ان المدير الفني الجديد اللي موجود اللي كان مساعد لجوارديولا تولى تدريب الفريق، وده راجل لعيب مدرب بيحب الكوره الجميله، والنني عنده الكوره دي عنده الى جانب شايفين ارتيتا الحقيقه عامل شكل جديد لارسنال، كوره حلوه من اول ما مسك. ولو تلاحظي انه مع جوارديولا كانوا هما الاثنين عاملين تيم جامد جدا كجهاز فني، كان على طول جوارديولا بيساله بيكلمه يعني على طول بيعاونوا بعض، ودي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنوصلها لاولادنا المدربين، ان انت لما تكون معاك مدير فني ومعاك المساعدين ما تاخدهمش صغيرين وكده وبس، لا لازم معاك مساعد قوي بحيث ان يبقى فيه تقتنع برايه ويبقى فيه نوع من التبادل في الاراء، لان ده هيفيدك. ممكن يبقى التالت او لو في حد تاني صغير ممكن يتعلم مننا ويبقى برضه بيخش في مرحله تانية، لكن لازم المدرب العام يبقى قوي. احنا شفنا لما ساب سيتي راح لارسنال شفنا قد ايه النجاح اللي عمله، واعتقد هو ماشي كويس قوي دلوقتي. وبعدين انا بحييه جدا لانه بحكم مصريتنا انه ادى للنني الفرصه انه يظهر بالشكل الرائع ده، وانا بحييه جدا كمدير فني اكتشف النني من جديد واداله حقه، وبرضه النني لم يغزله بالعكس، النني عمل وقف معاه واثبت له ان انا كفء ومش انا طبعا جاي. قد ايه بيبقى صعب يا كابتن وحضرتك ادرى مني على لاعب الكوره ان هو يتعرض لانتقادات كتير، يتعرض لفتره صعبه جدا في حياته ويقدر يفوق ويرجع تاني ويثبت نفسه من جديد؟ وشفنا كذا حاله، ولو هتكلم على حديثا يعني زي ما بنقول عن النني، مروان محسن تعرض برضو لفتره صعبه وشفنا مروان بعد كده عامل ازاي، يعني اكيد حضرتك ادرى مني بده، قد ايه بيبقى صعب على لاعب الكوره؟ وهل في حد يقدر يتعامل مع موقف زي ده وحد تاني لا؟ ممكن حسب التربية. تربيته من صغر هو قائد وعنده القوة وعنده الجانب النفسي، أنا بلعب في النادي الأهلي معرض إن أنا حد منافس ممكن هو يعمل لي إحباط، إذا أنا ما عنديش القوة والقدرة إن أنا وبعدين أسمع من الناس اللي هي زي أسمع ليه للناس اللي هي بتحبطني، طب أسمع من الناس اللي بتحبني. أنا كنت معاكي وكلمت على مروان قلت مروان ناقصه إيه؟ بيلعب برجل اتنين وهيدرز وبيلعب تحت ضغط وبيقابل وبيدافع وبيهاجم وبيجيب جوال حلوه قوي وبيسدد من خرم ابره زي ما بيقولوا، صح. انا قلت الكلام ده وقلت احسن فرد في مصر مروان، فيسمع بقى مني ومن امثالي، انما ما اسمع من واحد بينتقده لا ما اسمعلوش. انا عارف قدراتي وعندي ثقه في نفسي مش غرور، فرق بين الغرور والثقه في النفس. واحد زي مروان لازم عندي الثقة في النفس، حد ماشي في الشارع حد بيقول لي كلمة يعني مش كلاعب يعني إعلام في التلفزيون حد بينتقده، ممكن السوشيال ميديا كمان بتأثر قوي على اللعيبة؟ أنا الحاجة دي أنا ما أخشلهاش خالص، أنا كلاعب كورة أنا بنزل من البيت على التمرين على أسرتي على الترفيه، بتفرج على حاجة ترفيه ليا أو بتفرج على ماتش كورة، بعمل ألعب أشوف ماتش تنس، أشوف حاجة بعيدة بحيث إن أنا تاني يوم في التمرين يبقى عندي الرغبة والشوق للكورة. فإنما أخش بقى وأسمع ناس بتتكلم كلام مش مظبوط أو حتى بيشجعني، ممكن أنا كنفس البشرية
ممكن تديني غرور لما واحد يقول لي مروان مروان احسن واحد احسن واحد، ممكن يجي لي غرور. انا بقى لا هشوف اللي بينتقدني ولا هشوف لسه اللي لسه كنا عاملين لقاء في اول الحلقه مع كابتن طاهر محمد طاهر، طبعا صفقه الاهلي الجديده بنتمنى له يا رب كل التوفيق، وكان بيقول ان هو مش بيتابع سوشيال ميديا تقريبا، ما بيشوفش اللي بيتكتب عليه. هل اي لعيب في العالم بيتابع الحاجات دي؟ الناس اللي هم كبار استحاله. كل تركيزه في الملعب في التمرين، ويشوف ايه اللي ناقصه بيعمله، بيبقى مع اولاده يلعب معاهم يخرج نفسه بحيث ان هو ما يفكرش في اي حاجه فيها نوع من تشتيت الذهن. يعني انا ذهني كله هيبقى موجود النهارده ميسي او مروان، العالم كله بيتفرج عليك. فانا لازم عندي مسؤوليه ادبيه مش فلوس. انا عندي مسؤوليه ادبيه ان انا الناس دي لازم كلها تبقى فرحانه بيا وانا بادي وابسطها وخليها في البيوت فرحانه وتنزل الشارع وترفعني علشان احنا جبنا بطوله افريقيا. يبقى انا بفكر في دي، ما بفكرش في اللي بينتقدني. يبقى انا المواقع ديت انا ما بتفرجش عليها خالص، لان انا دي مش شغلتي، دي شغله واحد مثلا بيشتغل في الفن بيشتغل في، حتى دي برضو احيانا بتبقى فيها احباط، فدي حاجه بحيك عليها الحقيقه. لو رجعنا يا كابتن للمنتخب ومباراة النهاردة، شايف انه الجهاز الفني هيقدر يتدارك الاخطاء من مباراتين اللي فاتوا طبعا اللي تعادلنا فيهم، وهيظهر بشكل مختلف في مباراة توجو سواء النهاردة او كمان ثلاث ايام؟ ما فيش شك، لان هو الفترة الاولانية بتاعت حسام الحقيقة الماتشين كان في كينيا ما كان اللعيبة ما كانتش بالمستوى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وكان في فترة قصيرة جدا علشان يبتدي يشتغل، وكان برضو المدير الفني بيختاره من 5، وكانت عملية برضو ما فيهاش الراحة المطلوبة، وبرضو الماتشين برضو احنا كان عندنا فرص ان احنا نكسب. الوضع مختلف تماما زي ما حضرتك قلتي، النهاردة اهلي وزمالك وحتى اللعيبة اللي هي جاية من بره الحجازي جايين في احسن فورمة، وبالتالي النهاردة الماتش انا في اعتقادي انه باذن الله تعالى هنلاقي مستوى رائع من استحواذ من هجمات. الشوط الاولاني هيبقى فيه جوال باذن الله تعالى، باذن الله، لان التشكيله اللي حسام واخدها الحقيقه تشكيله متوازنه وفيها العناصر الخبره وعناصر الشباب، ودي الحاجة اللي بتنجح أي فريق. وحضرتك قلت إنه التشكيلة دي كابتن حسام قادر بيها الفوز بالبطولة اصلا، مش بس ان احنا نأدي كويس في التصفيات ونصعد. هو هيلاعب توجو بعد يوم، بعد النهارده ان شاء الله يوم الثلاث، يبقى في فترة، الفترة دي في ممكن جدا الدوري بيبدأ هيبقى في لعيبة تانية مميزة ممكن ان هو يبتدي ياخدها. مثلا وليد سليمان، ايه المانع ان انا اخده؟ النهارده لما حضرتك شايف ان وليد سليمان كان لازم ينضم للقائمة؟ لا، ما عايز اقول ان وليد سليمان خبرة لما يبقى معايا من ضمن 23 لاعب، ده يعني عندي 10 دقايق تلت ساعة نص ساعة، وفي ماتش محتاج واحد عنده الخبرة بتاعت اللعيب المحترف اللي ممكن يخلص لي من نص فرصة يجيب جول. يبقى أنا محتاج وليد من ضمن ال 23، مش لازم يسيبي أساسي، لكن أنا كمدرب ممكن هتلاقي طاهر محمد طاهر ممكن في الفترة اللي جاية يبتدي يخش، هيبقى في محمد صلاح، هيبقى في لعيبة تانية موجودة ممكن نوى يدفع بيه، حمدي فتحي ممكن يخش، فيعني وفي لعيبه ثانيه من انديه ثانيه برضو عشان ما بقاش متحيز للنادي الاهلي. للنادي الاهلي برضو هيبقى برضو لما الدوري يبدا في عناصر ممكن تطلع، زي ابو الفتوح ظهر مع سموحه كويس من خلال احمد سامي، واحمد سامي اداله الجرعات التدريبيه واداله الثقه، ظهر بشكل جيد جدا. برضو في حسام حسن بتاع سموحه ممكن برضو في فتره من الفترات يخش، رمضان مروان برضه ممكن ان شاء الله يبقى بياخد، فعناصر جديده هتخش هتساعد حسام جدا في التكمله للبطوله باذن الله. باذن الله. شايف طاهر هيقدر بسرعه يثبت نفسه ويحجز مكان في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي؟ ده بيتوقف عليه. هو النهارده هيبقى في تنافس شديد بينه في الحته دي، بيلعب في كهربا وفي اكتر من لاعب، واعتقد برضو لو الراجل بتاع جنوب افريقيا سيرينو اعتقد لو جه برضو هتبقى العمليه ومنافسه. حسين الشحات وحسين، طبعا حسين الشحات هتبقى منافسه شريفه لمتعه جماهير النادي الاهلي طبعا، فدي كلها هتبقى تنافس شريف بينهم. كل واحد بياخد دوره في المباراه المناسبه، واعتقد انه
هيبقى تنافس جميل جدا، كلنا هنستمتع من التنافس اللي بينهم. أكيد. ان كل واحد فيهم ممكن يطلع افضل ما عنده. ولازم اسالك على رايك في صفقه المدافع بدر بانون. طبعا صفقه اكثر من رائعه. لان المكان ده خطر جدا بالنسبه لنا طبعا، وتلاقي دايما الاماكن اللي بيلعب فيها. عن السنه دي احنا عانينا الحقيقه. يعني هاني ساعات بيلعب في المركز ده وانت في ماتشات مهمه. ودي مش ده مش مركزه. ايمن اشرف مش مركزه وبرضه بيلعب فيه. احنا محتاجين في الحته دي واحد بحجم بانون، لانه عنده من الثقه والخبره، وبعدين عنده الطول اللي احنا بنبقى محتاجينه في الكرات الثابته مع الشناوي مع، وطبعا الاصابات لما ترجع، لان الحته دي في غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. لما تكمل وهي كملت ان شاء الله هيبقى الفريق متكامل، هيبقى ناقصنا ممكن راس حربه ولا حاجه، وسط الملعب وكل الناس المعارين اللي لما بيرجعوا هيبقى تيم متكامل، مش محتاج اي حاجه يعني ان شاء الله باذن الله. وباذن الله نفوز ببطوله افريقيا. وخليني برضه اروح مع حضرتك، شايف ازاي الحدث ده؟ شايف ازاي نهائي كده مصري خالص على ارض مصر، نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا؟ ده برضه رساله من خلال حضرتك، انه اللي كانوا عايزين يوقفوا الدوري لكان الاهلي هيوصل، الاهلي كان ممكن يوصل، بس لا الزمالك ولا الكره الحلوه اللي احنا شفناها مع الوداد ومع الرجاء ما كناش هنشوف الكره دي. صح. فشوفي حد بيبني وحد كان عايز بدون قصد طبعا، بدون قصد كان عايز من وجهه نظره ان ما يبقاش في دوري علشان صحه الناس. لا، صحه الناس موجوده والدوري اتلعب، والاهلي كان واخد البطوله اصلا. النادي كان بينادي ليه؟ وكان الخطيب كان بينادي ليه ان الدوري يرجع؟ احنا كنا واخدين البطوله تقريبا علشان المجموع مش عشان الفرد. صح. بينادي للناس كلها، للناس كلها تعيش والدوري يرجع والحياه ترجع والمستوى يعلى. مستوى يعلى يعني نوصل افريقيا، اهلي وزمالك. فدي حاجه طبعا بتتكتب في التاريخ، الناديين من نادي من بلد واحده موجودين في نهائي افريقيا. طبعا دي طبعا بترفع من اسهم مصر كرويا في العالم كله، الناس كلها تتفرج عليه. اعتقد انه يوم 27 الناس كلها تتفرج على الماتش ده. أكيد. في العالم كله. وبنتمنى نظهر طبعا يا كابتن عادل بشكل حضاري، ما يبقاش في اي تعصب بين الجماهير، ونطلع زي ما اثبتنا ان احنا كره قويه جدا في العالم كله، نسبه كمان قد ايه احنا بنظهر بشكل رياضي واخلاقي كبير. بشكرك جدا كابتن عادل تايما، كنت منورني النهارده في برنامج السادسه، وبشكر حضراتكم على المتابعه. خلاص مباراه مصر وتوجو قربت جدا، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه، استنونا.